اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ بخير هاني، لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ مرحبا بكم في هذا الفيديو من جديد. مرحبا باي وحده واي واحد كيشوف القناه ديالي لاول مره. كنقول لك اشترك او اشتركي وفعلي الجرس باش يبقى يوصلك كل ما هو جديد ان شاء الله يا ربي. المهم الزيونات ديالي اليوم ان شاء الله غادي يكون واحد الفيديو اللي قصير وفي نفس الوقت مختلف. بغيت نقول لكم شي حاجه، اكيد غادي تعجبكم، علاش؟ حيت نتوما من شحال هادي وانتوما كتقولوا لي ديري هاد الحاجه فاطمه زهره، ديري هاد الحاجه فاطمه زهره. فالحمد لله جات الوقيته اللي صافي قررت وخديت قرار لا رجعه فيه على انه انا غادي ندير هاد الحاجه هذه اللي كلشي كيطلبها مني. وكنتمنى انكم تدعيو معايا ان شاء الله يا ربي، ويعني وتفرحوا ليا كيف ما انا فرحانه وراضيه بهادشي اللي غادي نعاود لكم. المهم الزيونات ديالي، انا خديت قرار انه انا غادي نتحجب كما كتشوفوا. صافي غادي توليو تشوفوا فاطمة الزهراء بواحد الصوره وحده اخرى، ما غاديش نهائيا نبقى نبان كيف ما كنت كنبان شحال هادي. بالرغم انه انا يعني واخا كنت كنبان بشعري، كان اللباس ديالي يعني كنت انسانه محترمه، راه باين كلشي باين، يعني الحمد لله ما كنديروش شي حاجه خايبه. واخا تكوني متبرجه راه ماشي ضروري تكوني كديري شي حاجه خايبه، ولكن البنات صافي كيوصل واحد الوقيته صافي الانسان او البنت او المراه صافي كتاخذ قرار نهائي، صافي قرار لا رجعه فيها البنات، اللي هو الحجاب. كما كتشوفوا البنات انا صافي تحجبت بصفه نهائيه، وجامي تعاودوا تشوفوني تعاودوا تشوفوا شعري، جامي تعاودوا تشوفوني كيف ما كنتوا كتشوفوني شحال هذا. والفيديوهات اللي غادي يوليو يتبارطاجو في القناه ديالي كاملين بالحجاب. الحمد لله والشكر لله، انا كنصلي بزاف منكم اللي غلط فيا، هذا هو المشكل، هو انه كنبقاو نحكموا على الانسان من الشكل ديالو. بزاف منكم اللي كيقولوا هاد البنت ما تتصليش نهائيا، اولا ما تذكرش الله، اولا ما كتقراش القران، اولا اولا اولا. ولكن العكس البنات، انا مني كنت تنقرا في الثامنه، من تخيلوا حتى النهار اللي انا بديت كنصلي فيه مازال عقل عليه، كنت كنقرا في الثامنه وربي طيح في قلبي واحد شي حاجه دارها ليا هنا، قال لي فاطمه زهره بداي تصلي. صافي بدون تردد، ما سولت حتى شي واحد، ما سولت بابا، ما سولت ماما، ما سولت حتى شي واحد، نط توضيت وبديت كنصلي. من هذاك الوقت لليوم مازال كنصلي، عمرني ما قطعت الحمد لله. وصله كتعاوني بزاف بزاف ديال الحوايج اللي كيكونوا باغيني ياديوني، وصله كدير واحد الحاجز بيني وبين هذيك الحاجه اللي كانت غادي تاديني. ولكن شنو كان ناقصني؟ ناقصني الحجاب، فهمتوا؟ هذه هي الحاجه الوحيده اللي غلطه فيها وعارفه راسي غلطه فيها وكنت غلطه فيها، وانه ما كنتش متحجبه. كنت كنصلي، كنقرا القران، يعني كلشي، وكندعي الله، ولكن متبرجه، يعني كنبين شعري. واخا اللباس ديالي كان لباس طويل، ولكن شعري كنت كنبينه. وهذا الشيء صراحه ما زوينش، يعني بدون كذب هذا الشيء صراحه ما زوينش. الانسان الا كان كيصلي خصو يكمل يعني يدير الحجاب ديالو. المهم انا خديت قرار، هو انه فاطمه الزهراء بيوتي غادي تبدل، غادي تبدل يعني كليا كما كنقولوا، غتوليو تشوفوها غير بالفولار. الوصفات ديال الشعر ما غاديش يبقاو يتبارطاجاو، غادي يتبارطاجاو ولكن ما غاديش التطبيق ما غاديش يكون بطبيعه الحال على الشعر. الوصفات ديال الوجه راه غادي يبقاو ديال الوجه عادي جدا، ولكن الشعر جامي انه يبان في اليوتيوب، جامي انني بارطاجي شي وصفه ونطليها لشعري قدامكم، ولا شي كيراتين، ولا جبد داكشي، ما كاينش البنات. انا عارفاكم كتيقوا في الوصفات ديالي، عارفاكم الا حطيت لكم كاع شي كيراتين اولا شي وصفه ديال الشعر عارفاكم غادي تيقوا فيها. وبالنسبه للبنات اللي غايقولوا لي فاطمه زهره شنو غادي ديري في الفيديوهات القدام اللي كتباني فيهم بالشعر وداكشي، انا ما يمكنش لي صراحه نمسحهم. علاش؟ لانهم كثار بزاف، كثر من 1000 فيديو. تخيلي باش تجي انتي تمسحي 1000 فيديو ولا اكثر من 1000 فيديو، كوني اكيده انه القناه ديالك اول حاجه ما غاداش تبقى، هذه اول حاجه.
اليوفي ديال القناه ما غاديش يبقاو. واصلا اصلا واخا كاع انايا ندير مجهود ونبغي نحيي هاد الفيديوهات كاملين، راه الصوره ديالي باينه في جوجل، هذا هو المشكل. صورتي الصور ديالي باينين في جوجل، يعني جوجل ما يمكنش ندخل انا لجوجل ونمسح لي فوتو ديالي من جوجل، ما يمكنش. نمسح من اليوتيوب ولكن من جوجل جامي. القناه موثقه يعني صافي، ماشي قناه يلاه بدات ولا اللي ممكن انك تمسحيها كاع، لا لا، القناه موثقه 6 سنين غدا 7 سنين وانا دايره لاشين. ما يمكنش ليا نهائيا انه نمسح الفيديوهات، ما نقدرش اصلا، ما نقدر. علاش؟ لانه اول حاجه الوصفات كاملين زوينين اللي في الفيديوهات، يعني مجربينهم البنات، كيشكروني عليهم البنات، كل شيء. كما قلت لكم ما يمكنش ليا نمسح اكثر من 1000 فيديو، خاصني عام عاد نمسح. داكشي علاش كنتمنى البنات اي وحده من هنا للقدام طلع ليها شي فيديو ديالي حال ديال دابا بالحجاب، وطلع ليها فيديو واحد اخر بلا حجاب، ما تجيش عندي وتعايرني وتقول لي واش نتيا تتفلي علينا ولا، ما نبغيش هادشي. وانا انا متبرئه من هادشي هذا، الله يسهل عليكم البنات. انا خديت قرار، كنتمنى من الله ان ربي يسهل عليا، كنتمنى من الله انه يوفقني. كما كنقولوا حتى هذيك الشعورات وداكشي كامل ما عطانيش بصفه نهائيه، نتمنى من الله الهدايه من عنده، نتمنى من الله انه يوفقني في هذا القرار اللي خديت ويسر لي اموري ان شاء الله يا ربي. وتبقاو واثقين في الوصفات ديالي، انا ما غادي نبدل عليكم حتى شي حاجه، غير انه ما يمكنش ليا نطلع بلا حجاب، يعني بلا ما تلوموني الا بان لكم شي فيديو ضروري راه مني غادا تدخلي اليوتيوب غيطلع لك شي فيديو بلا حجاب، راه اكثر من 1000 فيديو في القناه البنات ضروري غادي يطلعوا لكم فيديوهات بلا حجاب. فكنتمنى تكونوا فاهمين هاد الشيء هذا وتحترموا هاد الشيء هذا اللي كنقول لكم، راه انا بريئه كل براءه من هذوك الفيديوهات اللي بلا حجاب. انا دابا حاليا كنصور لكم هذا الفيديو ومسؤوله على هذا الفيديو، هذا من هذا الفيديو انا مسؤوله على القناه ديالي. فيديوهات اللي بلا حجاب هذوك صافي، يعني ما عندي ما ندير ليهم وما يمكنش لي اصلا نمسحهم. ديجا البنات حتى هما كيستافدوا من هذوك الوصفات اللي انا حطيت. يعني كنتمنى ما ترجعوش لي كومونتير وتقولوا فاطمه زهره واش انتي كتفلي يلاه بان لينا فيديو بلا فولار. لا البنات، راه بزاف الفيديوهات على القناه ديالي، راه كنقول لكم 7 سنين، عرفتي شنو هي الخدمه ديال 7 سنين عندي في القناه بلا حجاب، راه ما غاداش تبان بهاد الفيديوهات اللي غادي ندير انا بالحجاب، يعني فهمتوا القصد ديالي. ما بغيتش نطول عليكم في هذا الفيديو صراحه البنات. المهم دعيو معايا وانا كندعي معاكم صراحه، كندعي مع اي وحده يعني ربي يهديها ودير حتى هي الحجاب يعني ديها في الصلاه ديالها في قراءه القران، هادشي راه كيعاون البنات وبالتجربه. قراي القران، ديري صلاه الاستخاره، ديري الحجاب، سيري في الطريق المستقيم باش ربي يسهل عليك. هادشي اللي غادي نقدر نقول لكم البنات، ونتمنى انكم تفرحوا ليا وانا عارفاكم غادي تفرحوا ليا. والحمد لله والشكر لله على كل شيء، على اي حاجه الحمد لله. راه اكيد اي وحده كتقول انا غادي نوصل واحد الوقت غادي ندير الحجاب، ولكن صافي كيوصل بصح واحد الوقت لي صافي صافي، يعني صافي كتاخذي داك القرار لي صافي ما كاينش الرجوع. هادشي اللي وقع معايا دابا انا، وهاد القرار ديال الحجاب راه ما فيهش الرجوع ان شاء الله يا ربي. وانا دابا مرتاحه الحمد لله بيه وعجبني، ودابا خصني ياك البنات خصني دابا نولي نشري غير اللباس ديال الحجاب، ونشري لي فولار، المهم اي حاجه شريتها كتعلق بهاد اللباس هذا غادي نبارطاجيها معاكم، وقولوا لي شنو هما الالوان اللي يجيو معايا. وانا صراحه كيعجبني الفولار كحل، ولكن بنت خالتي قالت لي لا كيجيو معك كاع الالوان، خدي كاع الالوان. المهم كلشي غادي نوريه لكم الا درت يعني شريت لي فولار واللباس وهذا ديال الحجاب ان شاء الله يا ربي. وبوسه كبيره لكم، تهلاو في ريوسكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله. يلا باي باي.